مريض السكر والضغط من أقرب الناس إلى أن إذا ماتوا بعد عمر طويل ألا يبقي الله عليهم من ذنوبهم ذنبا واحدا. الله 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 كريم. مريض السكر والضغط بالذات هذا إذا احتسب السكر والضغط معناه أن كل حبة يأكلها ولا إبرة يغرزها في بدنه تكفر من خطاياه. مريض السكر والضغط إذا احتسب يوم تموت صحائفك بيض، لأنه ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. بس العرض هذا من الله للمحتسبين، مو هو اللي يقول والله المستعان وانا فيني، مش تشكي ضعيف نشكي على ضعيف، خلك مع الله اللي ابتلاك به والله. وطبعا يدخل معهم كوليسترول، لانها ايضا ياخذون الحبه الثالثه، حبه ضغط حبه سكر حبه كوليسترول، وبعضهم الشوكه في الحياه كلها، يمكن انا امشي حياتي كلها ما وطيت على شوكه صحيح، لكن اللي يغرس ابره الانسولين كل يوم مره ومرتين في بدنه، هذه الإبرة شوكة، وهذه الشوكة احمد الله عليها لأنها تكفر ذنوبك.